مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. النهارده معانا الاستاذ سامح زغلول، محامي اسره المجني علي، الكاهن ارسنيوس وديد، الكاهن الذي تم طعنه ولقى مصرعه خلال الشهر الماضي، الحادث الذي يعني اثار الراي العام واثار استياء الشارع السكندري خلال الشهر الماضي في يعني اخر اواخر ايام شهر رمضان. يعني حادث ماساوي شهد في منطقه سيدي بشر في اسكندريه. احنا معانا محامي سامح زغلول، هو محامي الأسرة، هيكشف لنا تطورات القضية ويعني تفاصيل أخرى في القضية. برحب بيك معانا يا أستاذ سامح في اليوم السابع. وقول لنا كده التفاصيل. القضية إن شاء الله تحدد لها جلسة يوم 14/5 أمام الدائرة 22 جنايات. هو أمر الإحالة زي ما احنا قلنا قبل كده، أمر الإحالة ورد فيه إن هو مصنف على إنه قتل عمد دون سبق إسارة وترصد، وإحنا قدمنا تظلم في القيد ده، وإن شاء الله قدام المحكمة برضو هنقدم تظلم في طلب تعديل القيد والوصف بقتل عمد مع سبق الإسارة والترصد، وده اللي واضح من ظروف ارتكابه للجريمة والخلفية بتاعت المتهم، لأنه كان بينتمي للجماعات الإسلامية في أسيوط، وهو قال الكلام ده في التحيات، وقال إن أنا كان بالنسبة لي الرمز اللي اتعلمت على إيده هو طارق الزمر اللي هو قتل المرحوم الرئيس محمد أنور السادات. بالنسبة لتفاصيل ارتكاب الجريمة، هو المتهم في الأول أقر أنه ارتكب الجريمة وشرح للنيابة العامة في أقواله أنه ارتكب الجريمة إزاي، وبعد كده عدل عن أقواله طبقا لموارد ببيان النيابة العامة، وقال لي لا أصلا كنت مودع في مستشفى العباسية وحاول أن يدخل نوع من الغش والتدليس على النيابة اللي تنبأت لي وحولت المتهم لمستشفى المعمورة الصحة النفسية للملاحظة والمراقبة، واللي انتهت ان المتهم كان مدرك ادراك كامل لافعاله حال ارتكابه للجريمة، خلاف ان طريقة ارتكابه للجريمة وتوقيت ارتكابها بيدل على حرفية شديدة وتخطيط واعداد سابق. هو استنى لما الرحلة اللي كانت بصحبة المجنى عليه الشهيد القمص ارسنيوس وديد كان الكنيسة لحد ما ركب الاتوبيسات وانفض الناس من حواليه، وجاء شخص اخر مجهول، واحنا طلبنا في التحيات ان يعني التحري عن هذا الشخص على اساس ان يطلب منه صدقه كنوع من الملاهاه للمجنى عليه، فقام بالفعل المجنى عليه حط ايده في جيبه عشان يبدا يدي الصدقه، وكان الشحات ده من الجهه اليسرى للمجنى عليه، فجاء المتهم من الناحيه اليمنى وضربه بالسكينه في ضربه قاتله في الرقبه في مكان هو عارف كويس قوي انه يسبب الوفاه بطريقه واضحه، وده بيوضح ان هو كان فيه ادراك للموضوع، وبيوضح ان في سبق اصرار في الموضوع وترصد، خلاف ان الفتره الزمنيه اللي قضاها المجنى عليه مع المجموعه اللي كانت معاه في الشاطئ كان فتره كافيه ان هو المتهم يبدا يروح يجيب سلاح لارتكاب الجريمه بالصوره اللي شفناها بالتحيات. طيب هو كان يعني التحيات اظهرت ان هو كان على علم او كان عارف المجنى عليه قبل؟ لا، هو التحيات اثبتت ان هو كان موجه ضد اي شخص ان راجل دين مسيحي واي اشخاص مسيحيين طبقا لخلفيته لانتمائه للجماعه الاسلاميه، وان هو قعد فتره طويله حوالي اكثر من 19 سنه معتقل نتيجه ارتكابه لافعال مشابهه لكده في اسيوط، ولم يفرج عنه ل 2007، فهو موجه للهويه الدينيه وليس لشخص المجنى عليه بشخصه. لا، هو الاتحاد كل اللي قالته ان هو جه استحضر من اسيوط فتره زمنيه قريبه قبل ارتكاب الجريمه، لكن لم توضح السبب. طيب هل مثلا المجني عليه شايفه قبل كده او يعرفه او يعني في اي تفاصيل اخرى؟ لا، هو المجني عليه ما شافوش ولا يعرفه قبل كده، لكن زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو كان ليه توجه نحو رجال الدين المسيحي وتوجه ناحية المصريين بصفة عامة المسيحيين نتيجة انتمائه للجماعة الإسلامية المعروفة بانتمائها واتجاهاتها التكفيرية والجهادية ضد أفراد الشعب المصري. هل المتهم ارتكب يعني جرائم مشابهة لهذه الجريمة قبل ذلك؟ هو
هو كل اللي تضمنته التحيات والتحريات انه سبق ارتكابه افعال كثيره مثل هذه، وترتب عليه انه هو تم اعتقاله لفتره زمنيه ما تقلش عن 16 سنه، وده يدل على خطورته الاجراميه، وان هو ذا فكر متطرفي، وان هو كان من ضمن الناس اللي اتقال ان هو شارك في اعتصام رابعه والنهضه. لا، هو الجلسة المحكمة تنظر الجلسة بصفة موضوعية وتملك الحق في أي إجراء ترى مناسب بالنسبة للموضوع. هيتم طبعا سماع أقوال الشهود، هيتم سماع دفاع المجني عليه ودفاع المتهم، وفي دور كده الدائرة تتخذ القرار المناسب. المتهم هيكون موجود في الجلسة؟ اه، المتهم موجود في الجلسة لأنه محبوس. هو غالبا الموضوع مش هينتهي عند الجلسه الاولى، لان الشهود كانوا كتير اللي شهدوا الواقعه، وخلاف بقى ان هو تحريات المباحث اللي احنا لسه لينا كلام عليها، والطلب تعديل القيد والوصف، وده هياخد وقت من المحكمه. هل سيتم الاكتفاء بتقرير مستشفى صحه نفسيه يعني الواجب الى النيابه والمحكمه، ولا هيتم استدعاء اللجنه لمناقشه تاريخ؟ هو لحد دلوقتي تقرير اللجنه كان كافي، بس يحق ان المحامي المتهم ان هم يطلبوا حضور اللجنه لمناقشتهم، فده مش شيء متوقع يعني. لا، انا لست على علم بهذا. تحت امرك يا فندم. شكرا شكرا. تفاصيل مهمة للتحقيقات الخاصة بقتل الكاهن أرسنيوس وديد، وهيتم يعني الإعلان عن كافة التفاصيل خلال أولى الجلسات التي ستعقد خلال يوم السبت القادم، يعني أكيد سنوفيكم بكافة التفاصيل الخاصة بالقضية ومتابعتها على مدار الجلسات والتحقيقات. أنا بشكركم شكرا جزيلا، كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدر، شكرا لكم.